هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات معرض إكسبوتيك الذي يقام سنويا في رام الله، والذي يعرض أهم ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات وملحقاتها في فلسطين وفي العالم أيضا. الآن الشركات الكبرى في العالم تقوم بورشات عمل في الجامعات المختلفة. في هذه السنة تم اختيار جامعة فلسطين التقنية خضوري لأن يعني تقوم شركة مايكروسوفت بإعداد ورشتها فيها. يعني هذا اليوم هو يوم مايكروسوفت في جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث ستقوم الشركة بعرض آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا في مجال البرمجيات وتطويرها وما إلى ذلك من أمور. تم التنسيق لهذه الورشة ما بين مركز تكنولوجيا التعليم والإبداع في الجامعة ومؤسسة بيكتي الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا. هذه الورشة هي بالتنسيق بين مركز تكنولوجيا التعليم والإبداع في الجامعة الخضوري اللي هو التابع لعمادة التنمية وخدمة المجتمع في الجامعة، وبين الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيكتي، ضمن فعاليات معرض الإكسبوتيك السنوي لعام 2011 اللي بنستضيف فيها شركة مايكروسوفت للحديث عن مجموعة من البرمجيات والتقنيات الحديثة الخاصة بهذه الشركة، اللي إن شاء الله نأمل أنه نستفيد منها كطلابنا في مختلف تخصصات الهندسي في تساعدهم في مشاريعهم في دراستهم التطويرية. سيتم استعراض ثلاث برمجيات أساسية اللي هي برمجية الشيربوينت الديفلوبمنت مع الفيديو الاستديو 2010، راح نتحدث كمان عن اللي هي مسابقة الإيمجين كاب اللي بتعقدها شركة مايكروسوفت كل العام. في كمان راح نتحدث عن الموبايل أبليكيشن، ففي مجموعة من آخر البرمجيات اللي منتشرة في الشركة أو اللي أطلعتها الشركة راح يتم الحديث عنها في هذه الورشة. أول إشي حكينا أستاذ نائل أستاذ مادة سي بلس بلس إنه هاي المؤتمر ورك سوفت وير راح يفيدنا بتخصصنا كتير، يعني إحنا هسا في عنا مواد كتير راح إحنا تكون مشترك، يعني من اللي بحثونا إياه راح نستفيد منه. حسيت إنه إيش لازم أحضره، راح أستفيد منه إنه شكل على مستوى يعني مهم فلازم أحضره، فحبيت أجي أحضر إنه هي يستفيد منه. بالتأكيد رح تضيف لنا كتير معلومات ورح تفيدنا كتير إننا نتعرف على تقنيات حديثة من ضمن شركة عالمية وتم استضافتها بجامعتنا. أكيد رح نستفيد كتير شغلات، إنها رح تطور أفكارنا، رح نصير نتطلع على شغلات تقنية أكبر عنا ممكن نتبناها أو ممكن نطبقها عنا كجامعة.